في أول يوم تطبق فيه منظومة إنتاج الخبز الجديدة جاءت فديا لشراء الحصة المخصصة لها وأسرتها من الخبز المدعم. فديا ظنت أن المنظومة الجديدة ستقلص حصة أسرتها من الخبز أو ستؤدي إلى رفع سعر الرغيف، إلا أن هذا لم يحدث. النفر بياخد 5 رغيف، الحصة ما نزلتش، الفرد 5 رغيف بس، والرغيف ب5 قروش عادي. ورغم البداية الخالية من المشاكل لتطبيق المنظومة، يرى بعض أصحاب المخابز أن مبالغ التأمين مبالغ بها في ظل عدم توفر سيولة لهم للدفع، وأبدى بعضهم غضبه من اشتراطات المنظومة الجديدة. عطية مالك هذا المخبز أصبح مجبراً على سداد قيمة احتياجاته من الدقيق لأحد المطاحن لمدة 3 أيام مقدماً وفقاً للمنظومة الجديدة، بدلاً من الحصول على الدقيق بلا مقابل كما كان الحال من قبل. بروح أحط الفلوس، الحساب ده بيسمع في هيئة السلع، هيئة السلع تروح أوتوماتيك مبلغة المطحن، يروح جاي بعت لي دي 60 شكارة وأنا أبدأ الشغل. منظومة جديدة لإنتاج الخبز ترمي إلى القضاء على إهدار الدقيق حسب تعبير وزارة التموين والتجارة الداخلية، منظومة أعادت النظر في آلية التعامل بين المطاحن والمخابز من جهة ووزارة التموين والتجارة الداخلية من جهة أخرى، بما لا يؤثر في الوقت الراهن على سعر رغيف الخبز أو الحصة المخصصة للفرد منه. حيث قدرت مصر وهي أكبر مشتري للقمح في العالم قيمة القمح والدقيق المهدر بما يقترب من 280 مليون دولار سنوياً، ما دفعها إلى وضع هذه المنظومة الجديدة التي من شأنها تغيير آلية دعم الخبز. هناك دعم نقدي موجود في بطاقة المواطن، إذا قرر المواطن أن يشتري من المخبز فهو بذلك يمنحه الدعم الذي قررته الدولة 60 قرش زائد 5 قروش التي يدفعها المواطن. لابد أن نتساءل بما أنه عملية تحرير، لما لا نترك السعر كما يوجبه السوق يشتري به الطرفان اللي هو المطحن والمخبز، فليكن بقى هناك آلية لتكرار الإعلان عن السعر في كل فترة زمنية مناسبة. وتقدر موازنة العام المالي الجاري قيمة دعم الخبز بما يقترب من 2 ملياري دولار، فضلا عما يزيد عن 300 مليون دولار لدعم نقاط الخبز التي يحصل من خلالها المواطن على سلع تموينية مدعمة. دميانة سعد، الحرة، القاهرة.